ملفنا الثاني أعزائي المشاهدين، وفي ظل الإصلاحات الاقتصادية الكبيرة ومع ارتفاع أسعار النفط، رحبت وزارة المالية السعودية بإعلان وكالة التصنيف الائتماني موديز تثبيت تصنيفها للمملكة عند A1. كما توقعت وكالة موديز نمو اقتصاد السعودية بما يتراوح بين 2% و2.5% سنويا خلال السنوات الخمس المقبلة، مشيرة إلى أن ذلك يعكس فاعلية الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة. سرعة تعافي إنتاج النفط للمملكة بعد الهجمات الإرهابية على منشآت أرامكو في الرابع عشر من الشهر الحالي جعل تصنيف المملكة الائتماني عند AA2 مع نظرة مستقبلية مستقرة حسب ما أكدته وكالة ستاندرد أند بورز. ومن المتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي من 19% في الوقت الحالي إلى 37% بحلول عام 2023، مما يعكس مكانة الاقتصاد السعودي والملاءة المالية القوية للميزانية العامة وقلة نسبة الديون إلى الناتج الإجمالي المحلي، والتي تعطي مؤشرات استقرار قوية بخاصة في ضوء تنويع مداخل الاقتصاد خلال العامين الماضيين. وكانت وكالة ستاندرد أند بورز للتصنيف الائتماني أشارت إلى أن نظرتها المستقبلية المستقرة تعكس توقعاتها بأن المملكة ستحافظ على وتيرة نمو اقتصادي معتدل على الرغم من التحديات الجيوسياسية، إضافة إلى حفاظ المملكة على قوة ميزانيتها ومركزها المالي خلال العامين المقبلين على الرغم من ارتفاع العجز. كما توقعت الوكالة أن تحافظ المملكة على التوازن بين الإنفاق لتحفيز الاقتصاد وتعزيز الانضباط المالي. سليمان العساف المحلل الاقتصادي ضيفي للحديث أكثر حول هذا التصنيف وهذه الأرقام الجديدة للاقتصاد السعودي. أهلا بك أستاذ سليمان. أهلا وسهلا بكم السادة المشاهدين. حياك الله أستاذ سليمان. يعني تتوالى يعني التقارير المنصفة إن صح التعبير. نستذكر هنا حديث لسمو ولي العهد في مبادرة الاستثمار عندما قال لا تصدقون صدقوا الأرقام. اليوم منظمات دولية وكالات تصنيف دولية قاعدة تصنف المملكة، خلينا نقول بكل حياد وبعيدة عن العواطف، تعليقك بشكل عام عن هذا التصنيف وعن الأرقام اللي حققها الاقتصاد السعودي بشكل عام في هذه المؤشرات. بالنسبة للاقتصاد السعودي خلال الفترة هذه تعتبر من أصعب الفترات التي تمر عليه، سواء من ناحية الإصلاحات الاقتصادية أو من ناحية الحروب التجارية الحادثة في أوروبا بين أمريكا والصين. صحيح. أو انخفاض النمو في الاقتصاديات النامية، بالإضافة إلى الوضع في منطقة الخليج والوضع في أسواق النفط. هذه الأمور مجتمعة المفروض أو الواقع أنه تخفض تصنيف السعودية، ولكن قدرة الحكومة السعودية على التعامل مع الإدارة المالية، إدارة المال بشكل واقعي جدا عملي جدا، بحيث تتوازن ما بين دعم القطاع الخاص ودعم المشاريع ودعم الأسر المحتاجة ومحافظة على تصنيف ائتماني جيد. هذا الأمر دعم الحكومة السعودية ودعم التصنيف الذي تقوم به الثلاث مراكز العالمية اللي هي ستاندرد أند بورز وفيتش وموديز. هذول هم أكبر ثلاثة في العالم ولا يكتبون تقارير مجاملة لأحد، هم غالبا يميلون إلى أن يكونوا واقعيين أكثر من غيرهم، ويمكن يتمنون في بعض الوكالات دي بدون تسمية تتمنى أنها تأخذ شيء سلبي على 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 المملكة أو حتى على الاقتصادات العربية بشكل عام. بعض الوكالات قد تقوم بهذا العمل بمدفوعة بمصالح سياسية أو اقتصادية لها، ولكن بصفة عامة لا تريد أن تفقد مصداقيتها. ليه؟ لأنه هي تستفيد من البنوك والشركات والفنز الصناديق العالمية، هذه الصناديق تعتمد على التقارير التي تقدمها من أجل تقييم اقتصاد الدول، هل في مجال الاستثمار ومجال التمويل. جميل جدا. طيب أستاذ سليمان، يعني خلينا في حدث اقتصادي هز العالم كامل، يعني اللي هو استهداف منشآت أرامكو في بقيق، سرعان ما تعافى الموضوع، أقل من 72 ساعة المملكة تعلن عن عودة إنتاجها إلى ما كان عليه في السابق، عودة أسعار البترول، تطمينات من جديد، ثقل كبير لاقتصاد المملكة، تأثرت أسعار البترول وارتفعت بشكل كبير ثم عاودت النزول بعد هذا الإعلان. كيفية التعاطي مع يعني خلينا نقول
الأحداث الاقتصادية اللي قاعدة تصير في المملكة، هل تنم عن نضج كبير قاعدين نعيشه الآن إحنا، أو هذه هي الحالة الطبيعية اللي إحنا عليها ولكن الآن الفوكس علينا أو على اقتصادنا؟ الحكومة السعودية تعلم أنه درة التاج أرامكو، وأن هذه هي الهدف، هي الأساس بالنسبة للمورد الأساسي في السعودية، وأن كانت الحكومة السعودية تسعى الآن إلى تنويع المصادر. الحكومة السعودية تعلم أنه قد يحدث أي شيء في أي وقت في أي مكان، لذلك هي تستعد بالخطة باء والخطة جيم كذلك. ولكن الشيء المهم اللي هو تصرف الحكومة السعودية مع ما حدث على هجوم على معملي بقيق وحرب، تعامل سريع جدا. لدينا حالات مشابهة مثلا بطريقة مختلفة في نيجيريا ولا في فنزويلا جلست تعاني سنين. لا وضبابية حتى في الإعلان، المملكة نعم. اليوم أعلنت وقفلت الموضوع ورجع الإنتاج في سرعة يعني أشبه بالخيال. هذا دليل على أن السعودية هي عامل مرجح ومصدر أمان للإمدادات الطاقة العالمية، وإن كان حدث انخفاض بسيط ولكنه لم ينقطع ورجع الآن بدأ يعود إلى شكله الطبيعي. وهي مسؤولية أخلاقية أعتقد أستاذ سليمان عند المملكة تجاه العالم وتجاه اقتصاد العالم وتجاه أيضا دعم واستقرار الاقتصاد بشكل عام. هي ليست أخلاقية فقط، هي أخلاقية واقتصادية وكذلك سياسية، لأنه إن حدث اضطراب في أسواق النفط في مثل هذه الظروف التي تمر فيها العالم، فإن الاقتصاد العالمي، يا سيد صندوق النقد خفض توقعات النمو العالمية 3 مرات خلال عام 2019، تخيل أنه يحدث مصيبة في أسواق النفط ومنتجات الطاقة، فإن الاقتصاد العالمي سيعاني بشكل مستمر مما يجعل تبعات السنين القادمة أسوأ. جميل جدا. واستغلال أيضا حتى الملفات هذه ومثل هذه الهجمات كان بإمكان المملكة أن تستغلها لتصفية ملفات أخرى في المنطقة، ولكن هي لا تخلط كعادتها الأوراق مع بعضها. طيب تصنيف الديون السيادية للمملكة أيضا مع نظرة مستقرة، حدثنا عن هذا الجانب بالتحديد. شوف سيدي، السعودية في السنوات السابقة أو يعني الطريقة السابقة للتعامل كانت تبتعد عن مجال الديون وتأخذ من الاحتياطيات. الآن السعودية بدأت تعدل الطريقة بحيث أنها توازن ما بين الاحتياطي وما بين الديون التي لديها، وكما رأينا أنه طلبات الديون غطيت كم مرة، هذا يدل على متانة السعودية، القدرة على السداد والقدرة على أهم شيء عندما البنوك والمصارف عندما تقوم بالإقراض تنظر إلى قدرة هذه الجهات المقترضة على سداد خدمة الدين والاستمرار في الدفعات. المملكة العربية السعودية لديها احتياطيات ضخمة، واحد من أكبر 5 احتياطيات في العالم. المملكة العربية السعودية لا زال معدل الديون إلى الناتج المحلي لا يتجاوز 25% إلى 60% يعتبر مقبول باقتصاديات العالم. اليابان أكثر من 230% بالنسبة للدخل، يعني أكثر من 2.5 مرات الناتج المحلي، ولكن لا زالت قوية. المملكة العربية السعودية لا زالت في منطقة الآمن جدا للاقتراض ولتسديد وخدمة الدين. جميل جدا. طيب فيما يتعلق بيعني الديون ويقابلها الانفاق الرأسمالي، يعني صح التعبير، المملكة في ظل كل الظروف الاقتصادية اللي مرت فيها سواء ارتفاع أو انخفاض سعر البترول أو حتى اللي قاعدين نمر عليه المملكة يعني من ظروف جيوسياسية، إلا أنها تحافظ على معدلات الإنفاق الرأسمالي فيما يتعلق بمشاريع البنى التحتية، مشاريع الحرمين الشريفين، خدمة يعني بشكل عام الحد الأدنى من البنية التحتية لم يتأثر، أو حتى معدلات الإنفاق. اليوم نشاهد أكبر ميزانية إنفاق في تاريخ المملكة. المملكة العربية السعودية الآن اتجهت إلى إعادة تموضع بالنسبة لاستثماراتها الرأسمالية أو حتى بالنسبة لدفعات كثير من الأمور التي تقوم بها. المملكة العربية السعودية إلى 2030 تطمح إلى استثمار أكثر من 3000 مليار ريال في مشاريع سواء على البحر الأحمر أو في وسط النجد أو في المملكة كل. لذلك السعودية تريد أن تستثمر حتى تحقق الرؤية 2030، وحتى تستطيع أن تساعد القطاع الخاص من أجل أن يكون هو القائد والمحرك للاقتصاد. لن يكون هذا بدون دعم الحكومة، زيادة الإنفاق، تسهيلات للقطاع الخاص، الأمور المالية الكثيرة التي تقوم الدولة بضخ الاستثمارات، لا تضغط على القطاع الخاص من أجل الاستثمار، هي تقوم بنفسها بالاستثمار وجذب المستثمرين من أجل إصلاح المالية السعودية ومن أجل دعم الاقتصاد ومساعدة القطاع الخاص. طيب أنا استأذنك أستاذ سليمان والسادة المشاهدين باستقبال هذا الاتصال مع الأستاذ عبد الله رشاد المحلل المالي. أهلا بك أستاذ عبد الله على شاشة الإخبارية. في البداية أطلعنا على يعني ماذا يعكس هذا التصنيف الأخير للمملكة، نظرة مستقرة مستقبلية لاقتصاد المملكة لديونها وأيضا حتى أدائها الاقتصادي. أهلاً بك والسادة المشاهدين والضيوف الكرام، معك عبد الله رشاد كاتب
طبعا انا حبيت اوضح الاسم هذا لانه عشان لا يصير خلط، عده مرات طلبت من الاخوان انهم يذكروا الاسم. تفضل استاذ عبد الله، تفضل استاذ عبد الله لو سمحت. اما بالنسبه طبعا الموضوع الاساسي بالنسبه للتصنيف الائتماني، اعتادت المملكه ولله الحمد بفضل السياسات الاقتصاديه الحكيمه التي تبعها منذ يعني القدم، فيما بتحصل على تصنيف ائتماني عالي وجدارة ائتمانية عالية تجعل من جهات التمويل تبحث عن فرص لها لتقديم تمويلاتها. طبعا فلسفة التأمين الائتمان فلسفة طويلة، لا يعني الاقتراض أو شراء سندات أن الدولة أو الدول أو الشركات بحاجة إلى المال بقدر ما أنها تنظر إلى الموضوع بشكل آخر من ناحية انخفاض وسعر الفائدة الذي يقدم لها مقابل العائد الذي تستثمر في هذه الأموال لضخها لإنتاج مشاريع تنموية يكون عليها العائد يغطي قيمة السندات أو يغطي الأقساط بالإضافة للضرائب وفائض هامش الربح المحقق. هذه الفلسفة الرئيسية عادة عند الدول اللي هي عندها درجات تصنيف عالية ودرجات ائتمان عالية. طبعا التصنيف صادر من جهة معتمدة، هي أربع شركات أو ثلاثة شركات في أمريكا وحاليا واحدة في الصين. هذه الشركات معروفة عالميا وموثوقة عالميا بحياديتها وإصدارها تصنيفات ائتمانية موثقة لا تقبل الشك. جميل جدا أستاذ عبد الله، أنا أشكرك وأشكر هذه الإضافة الهامة فيما يتعلق بهذا التصنيف. أعود لضيفي هنا الأستاذ سليمان في دقيقة. أستاذ سليمان لو سمحت، أنا يعني فيما يتعلق بالإنفاق المملكة هذه نقطة مهمة جدا، المملكة تحافظ على التوازن بين الإنفاق وبين حتى الإيرادات وتنويع مصادر الدخل. لدينا معادلة أيضا أكثر صعوبة، المملكة تقول أنها في طريقها يعني زيادة مصادر الدخل الغير بترولية أو التعافي من إدمان النفط إن صح التعبير. في نفس الوقت هناك استثمارات كبيرة جدا في قطاع البترول وتوسع كبير جدا، ألا تعتقد أن هذا تناقض في الاقتصاد أم هي معادلة جديدة تعمل بها المملكة؟ لا يوجد أي تناقض، قطاع النفط يحتاج إلى استثمارات مستمرة لتطوير وتسهيل استخراج وضخ من المنبع إلى المصدر. لذلك المملكة العربية السعودية تحافظ على كل الجوانب، موضوع تطوير معامل النفط مهمة جدا، تنويع مصادر الدخل مهمة جدا، جعل القطاع الخاص هو القائد وجذب الاستثمارات للمملكة العربية السعودية هي أمور مهمة. لذلك لابد أن تعمل موازنة بين كل هذه الأمور وهو ما تقوم به المملكة العربية السعودية وتسعى له، وإن شاء الله سيتحقق قريبا بشكل تام. جميل جدا الأستاذ سليمان العساف المحلل الاقتصادي، شكرا جزيلا لك ولوقتك.